احنا تعرضنا لضغوط كتير، يعني يمكن اللي بيسمع غير اللي قاعد في المكان. احنا خدنا 3 ايام الاكل والشرب ممنوع عننا. انتوا ما تتخيلوش ان الناس اللي كانت موجوده في الاعتصام كانت بتاكل وتشرب علبه جبنه وحته عيش، ما كانش فيه اكل تاني. ده والميه ما كناش لاقيينها، الميه كنا بنشرب ميه ملوثه ما كناش لاقيين الميه. احنا خدنا 3 ايام بين كمينين شرطه ممنوعه عننا الميه والاكل، مش عارفين نعمل ايه. اهالي قريه كركر كتر خيرهم، والله لولا اهالي قريه كركر احنا كنا متنا. كانوا بيطلعوا لنا الميه من بيوتهم من اوضهم، والاكل والسكر كانوا بيطلعوا لنا من اوضهم عشان حاسين باللي احنا فيه. كانوا ممنوعين بانهم يدخلوا القريه او القرى بتاعتهم باكل وشرب. كان كمين الشرطه اللي في بدايه مدخل اسوان ابو سمبل كان بيفتش اتوبيس كركر، وكان اللي بيلاقي معاه كيس فيه طماطم كان بينزل له الكيس، بيقول له انت تدخل من غير اي اكل. طب احنا ناكل من فين يا باشا؟ تاكل بره وتدخل القريه. وده اللي كان حاصل فعليا خلال 3 ايام. احنا ما كناش بنعرف ندخل اكل عندنا في الاعتصام، ولا اهالي كركر ما كانوا بيعرفوا يدخلوا اكل عندهم في القرى. احنا الضغوط اللي مورست ضدنا مش بسيطه.